بسم الله الرحمن الرحيم نعيم الإحسان فالحمد لله القديم الأولي والآخر الرقيب لا تحولي ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وعدا فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني ووحيد الوحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع بصير متكلم له صفات سبعة تلتزم فقدرة إرادة سمع بصر حياة للعلم قلم استمع وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفره أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في قسمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل طير كل واجب فقط لخمسنا بحب واجب تحصل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحق وقدير يعقوب يوسف وأيوب مهتدى شعيب هارون وموسى واليسع زلكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعائيا عليهم الصلاة والسلام وهذه مدى مات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا حق لا شبع ولا قول له تفصيل عشر منه جبريل ميكال إسرافيل وعزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد ملك من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزلها زبور داود والإنجيل على عيسى وقربان على خير الملا وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم وكل ما أتى فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم الآخر وجه وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر رب الوجه بما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله لعبد المطلب وهاشم عبد بن أبي ينتسب وأمه أمينة الزهرية الله
جاوز الستين وسبعة أولاد توفى منهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذيل ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية فأمه مريم وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم عليجة وأربع من الناس تذكر رضوان رب للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وابنه مسيح طاني فضلهم جري فزينب وبا وهم كلثوم زكت رضيا عن تسع نسوة وفات المصطفى وهن فاغتمن النبي المصطفى عائشة روحا صاد وسودا صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جواريا حمزة حمه وعباس كذا حمته صفية ذات ارتدى وقبل هجرة نبي الإسراء بمكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل خروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف خمسة بالاقتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعرج سلك وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نازم تلك عمل المرزوق ويتم للصادق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بالخير هل يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون من واجب في الدين